بقول لك ايه يا ندى؟ قولي يا جولجو. انا خايفه من ايه؟ خايفه تعمل مقلب فينا صعب بصراحه. مجنونه اللي يوصلها تخطف عيال اخوها، يوصلها تعمل حاجات اكبر من كده بكتير. انا بصراحه خايفه منها. لا ما تخافيش يا جولجو، انا معاكي، ما تخافيش يا حبيبتي. المهم تعالي نحذره انا وانتي وقومنا نخلي بالنا من بعض كويس جدا. خلاص ماشي. وانتي خلي بالك من بنتك اللي تخطفها تاني. حاضر، خلي بالي من بنتي وابني. دي مجنونة، ربنا يستره. من ابنك الصغير برضو خلي بالك تاخده من وراكي تاني. حاضر حاضر، ربنا يستر ويبعدها عننا يا رب وترجع بيتها. يا ترى بتفكر في ايه المجنونة دي؟ سلمى. نعم يا ايه. بصي يا سلمى، بصراحة بقى انا زهقت وعايزة ارجع بيتي، وبصراحة خايفة محمود جوزي يتجوز عليا فعلا زي ما بيقول. بس بصراحة انت عارفة انا بفكر في ايه؟ بتفكري في ايه؟ بفكر ان انا سقط جلجل. عارفة ليه؟ عشان انا لو سقطت جلجل كلهم هيخافوا وكلهم هياخدوا بعضهم ويمشوا، مش هيقعدوا هنا في البيت. وجلجل قالت هتقعد 9 شهور الحمل هنا، وانا بصراحة مش هتحمل، وانا بيتي وحشني وبنتي كمان وحشتني وجوزي محمود وحشني. ايوه طبعا يا ايه، لازم ترجعي بيتك يا ايه، ممكن محمود يتجوز عليكي. لو ده الحل الوحيد اللي هيخليك ترجعي البيت فسقطي جلجل يا ايه. ايوه طبعا كمان انا كلها اسبوع وهسافر وخلاص يا ايه. لا 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 لا، انت دلوقتي مش في تفكيري خالص. اخلص بس من جلجل وامنيه وافكر لك انت بقى برواقه. انا ماشيه يا ايه لوحدي من غير ما تفكرين لي خالص. اه عايزه بقى ترجعي بيتك سقطي جلجل يا ايه، ورجعي بيتك قبل ما جوزك يتجوز عليكي. لازم جلجل تسقط. ايوه طبعا لازم جلجل تسقط. ماشي يا جلجل. أمنية. نعم يا غزل. ايه رأيك في البوت بتاعي الجديد؟ ماما لسه جايبهولي. بصراحة يا غزل حلو قوي. شكرا يا أمنية. أمنية أنا عايزة أقولك على حاجة. قولي يا غزل. في إيه؟ أنا زهقت قوي يا أمنية. ايه رأيك يا أمنية لو ننزل نلعب تحت في الشارع، نلعب بالعجل، نلعب بالهوفر بورد؟ لما أكلم أحمد جوزي عشان وحشني قوي. لازم تسقطي يا جلجل، لازم تسقطي عشان ارجع بيتي. انا بيتي وحشني، بيتي وحشني، وجوزي وحشني، وجوزي هيتجوز عليا. والله يا غزة انا نفسي انزل العب معاكي في الشارع تحت بالهوفر بورد، بس ما ينفعش عشان جلجل وندى اكيد مش هيرضوا عشان هما بيخافوا علينا، انت عارفه كده. ايوه صح، ماما مش هترضى ولا جلجل. طب يا امي كشفك، تعالى نجرب وخلاص، هي مش هنخسر حاجه. طب ماشي يا غزة تعالي نجرب. يلا. جلجل في ايه؟ جلجل يا جلجل. ايه ده؟ جلجل جلجل يا جلجل. مالك يا جلجل؟ يا جلجل مالك؟ جلجل في ايه يا جلجل؟ قعدت فهمني اي حاجه يا جماعه. جلجل مالها؟ يا جلجل مالك؟ ماما يا ندى. يا ماما يا ندى. ثواني يا استاذ احمد ثواني. ماما في ايه؟ جلجل جلجل رجع عليا. جلجل مالك في ايه؟ دكتور احمد ده؟ انا دكتور احمد. الحقني والنبي جلجل اغمى عليها. يا جلجل يا جلجل رجع عليا. جلجل مالها يا جلجل؟ مالك يا جلجل رجع عليا؟ مش فاهمه في ايه. ما اعرفش يا جلجل. يا جلجل هاتيلي ازازه ميه بسرعه. ماشي جلجل رجع عليا. جلجل في ايه؟ مالك يا جلجل؟ يا جلجل رد عليا يا حبيبتي والنبي. انا خايفه قوي يا ماما مع جلجل. بسرعه يا امنيه. مالك يا جلجل؟ يا جلجل مالك يا جلجل؟ سلمى سلمى. ايه ايه؟ سقطتها سقطتها يا سلمى سقطتها. جدعة يا ايه؟ ايوه كده هرجع بيتي، هرجع بيتي وارجع لمحمود جوزي وبنتي مكة وحشتني. جدعة كده يا ايه عشان ترجعي بيتك. ايوه اعملي اي حاجة عشان ترجعي بيتك قبل ما جوزك يتجوز. ايوه طبعا ايوه طبعا. وهي زهقتني، التسع شهور الحملة هتقعدهم هنا ايه؟ لا يا ماما لازم تروح بيتها بقى، انا زهقت خلاص. طب بقول لك ايه، هو حد شافك؟ لا لا ما حدش شافني ولا اي حاجة خالص. معلش يا جلجل. انا بطني وجعاني قوي. فين دكتور احمد؟ معلش زمانه جاي. الف سلام عليك يا حبيبتي. انا جبني دكتور احمد. حاضر اهو جبني. يا احمد طمني يا احمد، بطني وجعاني قوي. طمنا على جلجل والنبي يا دكتور. ايوه والنبي. في ايه يا احمد؟ اتكلم يا احمد. يا دكتور احمد مالها جلجل؟ في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انت سقطت يا جلجل. ايه ده عامل فيا كده؟ ما فيش غير هي. ايوه ايوه اي مصيبه بتحصل في البيت يبقى وراها اي على طول. ليه تعمل كده بس؟ مش انا قايلك كذا مره يا جلجل تعالي اقعدي في بيتك واجيب لك حد يخدمك؟ صح قلت لك ما تجيش انت لوحدك، لا قلت لك تعالي انت واخواتك ومامتك، عندنا البيت واسع. صح ولا لا يا جلجل؟ اه
عشان خاطري مش وقت الكلام ده، عشان خاطري. قولي لي بقى انا استفدت ايه من الهزار انت وآية؟ قولي لي استفدت ايه؟ فاهمين انا؟ انا حاسس ان انا مش متجوز على فكره، انا بقوم افطر نفسي واغدي نفسي، انا حاسس ان انا اعزب، وانا كل دوت مش عايز ازعل جلجل. انا اسفه حقك عليا. اسفه؟ يا احمد يا احمد قومي ورفع. طب ماشي بس عشان هو لسه تعبان. قومي بسرعه اسنديني اسنديني يا احمد. بصي انا كل اللي انا هعمله دلوقتي اخش اقعد في اوضتي عادي ولا كاني عملت اي حاجه خالص. عجبني قوي مخك يا ايه، جدعه قوي يا ايه. ايوه طبعا هي فكرها يعني ان هي هتعمل كده. ايه هي هتضايقني وتغيظني؟ لا على مين يا ماما، ده انا ضايقها واضايق الف زيها. جدعه يا ايه جدعه. انا دلوقتي بقى اروح اقعد في اوضتي ولا كاني في حاجه. ماشي يا سنه يلا روحي. يا احمد بس مش عشان خاطري حقك عليا. بقول لك يا جولد حياتك حياتي يا جولد. انا هروح معاك. وعلى فكره انا هتجوز كمان. ايه؟ ايوه هتجوز. انا يا احمد عشان انا مش مرتاح في حياتي. خلاص طب هرجع. يا احمد يا احمد انا اسفه يا احمد. يا جولجول يا حبيبتي انا يا بنتي اتحرم. سيبيه مهدد يا جولجول. ايه رايك بقى يا جولجول، عجبتك ولا ما عجبتكيش؟ ما ترجعي بيتك بقى يا برده وتخلي عندك دم. يا برده يا اللي ما عندكيش دم انت واخواتك، ارجعي بيتك بقى. وما ترجعي انت كمان بيتك بقى. لما انتوا ترجعوا بيتكم الاول يا حبيبتي ابقى انا ارجع. ده بيتي وبيت ابويا وبيت اخويا، اقعد فيه زي ما انا عايزه، انا حره. لكن انتوا قاعدين فيه اللي بقى برود غلاسه غتاته. ما انت جوزك هيتجوز عليكي. وانت كمان يا حبيبتي مبروك يا جلجل على جوازه احمد. مبروك يا دكتور احمد، الف الف مبروك يا جلجل. معلش معلش يا حبيبتي. معلش كده مش هقول لك على حاجه، انا بيتي اتخرب بسببكم. دكتور احمد طيب سيبيه دلوقتي يهدى وانا هتكلم معاه وهبعت محمد كمان يتكلم معاه. يا ريتني ما سمعت كلامكم، يا ريتني قعدت في بيت جوزي، كان زماني محافظه على جوزي وعلى البيبي. حرام عليكم. معلش جلجل. معلش انا مالي بالمشاكل دي كلها، انا مالي. معلش يا جلجل. معلش بطني وجعاني قوي. معلش 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 يا جلجل. انتوا دمرتوا لي حياتي، انتوا دمرتوا لي حياتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جولجول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي يا جولجول ايه؟ حياتي الكابوس. ايوه سقطتني. ايوه سقطتني. لا بيتي اتخرب. متقدرش تعمل كده طبعا. بصي بصي هيكلم احمد. بصي هيكلم احمد. رد يا احمد رد. الو ايه يا جولجول يا حبيبتي؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت كويس؟ ايوه يا حبيبتي في حاجه ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجه، انا بطمن عليك بس. وحشتيني قوي على فكره. هو انت كمان وحشتني، ينفع تيجي تقعد معايا شويه؟ اقعد يا حبيبتي اللي انت عايزاه. خلاص مستنياك تيجي تقعد معايا شويه. على فكره انا حاطط الصوره بتاعتك على المكتب، كل ما توحشيني ابص فيها شويه. ربنا يخليك ليا، انا بحبك قوي. وانا بحبك. ماشي يلا باي باي. باي باي يا حبيبتي. اهدي يا جولجول بقى، مفيش اي حاجه اهو يا حبيبتي. انا ايه دي مضايقاني في حياتي، حد طلع لي باحلامي، ايه القرف ده؟ معلش معلش اهدي يا جولجول، قلت لك ما تقدرش تعمل كده. والله العظيم انا سايباه. اهدي يا جولجول. انا هتكلم مع زلمه. اهدي يا جولجول. والله لا خد حقي من امي. طب اهدي يا جولجول. ماشي اهدي يا جولجول. سلمى يا سلمى. نعم يا ايه. انا مبسوطه قوي 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 يا سلمى النهارده. ليه بس يا ايه فرحيني معاك؟ الحمد لله الحمد لله، انا قدرت اجمع 30000 جنيه من ال 50000 جنيه اللي اتسرقوا من محمد اخويا قبل كده، اللي الولد الصغير ده جه سرقهم. ايوه يا ايه فاكراهم. جدعه يا ايه برافو عليكي. أيوة ده اخوك يا حبيبي. ايوه طبعا والله العظيم محمد اخويا ده انا بحبه قوي قوي، وعمري ما افكر في يوم ان انا اخسره. جدعه يا ايه. الحمد لله انا مبسوطه قوي والله. طب بقول لك ايه يا ايه. ايه يا سلمى؟ هو انت ممكن في يوم من الايام تزعلي مني يعني يا ايه؟ لا يا سلمى، ده انتي بنت عمي حبيبتي، ازعل منك ليه بس يا حبيبتي؟ وبعدين ده انا ازعل من الدنيا كلها الا سلمى. بجد ايه الكلام ده؟ ايوه طبعا يا حبيبتي بجد. ماشي ايه يعني اخت حبيبتك؟ ده انتي اختي وحبيبتي يا سلمى، عمري مستحيل ازعل منك ابدا، ما ينفعش اصلا. مهما يحصل؟ مهما يحصل يا حبيبتي. اي حاجه؟ احنا اخوات. 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 ماشي يا سلمى يا حبيبتي. ماشي ايه. ماشي يا حبيبتي. هروح بقى انام في الصاله شويه. ماشي ايه روحي. لو تعرفي اللي فيها يا ايه. لو افكر في اللي راح هاخد غير الجراح، لما عشتها بنشكاح فجأة الهم عني انزاح. يا ما عليكو ضيعت وقت لما جيت انا ليكو احتجت.
انا جاي اتكلم معاكي شويه. اتفضلي يا ندى. خير يا حبيبه قلبي. بصي يا حمز، انا عايزاكي دلوقتي تقومي تلمي شنطه هدومك وترجعي لبيت جوزك. ليه يا خير؟ ايه اللي حصل؟ محمود جوزك هيتجوز عليكي. هو ايه الحنيه يا ندى اللي نزلت عليكي فجاه دي يا حبيبتي؟ انت خايفه وجايه تنصحيني ان محمود جوزي يتجوز عليا؟ ايوه انا خايفه عليكي. طب بصي يا حبيبه قلبي، روحي انصحي اختك يا حبيبه قلبي وانصحي نفسك، مالكيش دعوه بيا انا خالص. وانا يا حبيبه قلبي هقعد هنا ومش ماشيه غير لما انتوا كلكم تمشوا من البيت. يا ايه انا خايفه عليكي؟ محمود جوزك هيتجوز عليك. ما يقدرش ما يقدرش. محمود جوزي ده الحب. ما يقدرش. ده انا حب 8-9 سنين يا بنتي، هيسيبني ويروح يتجوز عليا برضو. وبعدين كل الشغل اللي بتعمليه ده عشان امشي من البيت؟ مش ماشي قاعده خلاص. والله يا ايه ده انت هتاخدي حته قفا ويلسع كده. والله يا هتاخدي قفا يا ايه. طب ولو ما لسعش بقى اجي اعمل لك ايه؟ هيلسع. هيلسع. طب خلاص ماشي يعني. انا نصحت. خليكي في حالك. انا عملت اللي عليا. يا ستي خليكي في حالك وبطلي دور الحنيه والطيبه اللي انت عايشه فيه ده بقى خلاص. خليكي في حالي. حاضر يا ايه. من عينيا اللي الغلاسه والبرود ده طقم حنيه. ايه طب ايه اللي سابنا؟ يلا يلا البابا ويفوت تريل حتى كان وشوك عر. يلا من غير تفكير بر، واللي راح قوله له ما يرجعش. تربسنا الباب ما بنفتحش، علي وقع مني ما بندمش. باي باي يا حبيبي ما تدمعش.